السلام عليكم. طبعا بخصوص اخر اخبار فيلم سيدة الجنة، عرفنا بالساعات الاخيرة وتحديدا يوم امس انه موقع ديدلاين الشهير اللي مختص باخبار السينما والتلفاز بهوليود نشر المؤتمر الصحفي اللي التقى به رئيس التحرير مع ممثلين الوفد لمنتجين فيلم The Lady of Heaven. طبعا شنو المطلوب الان من عندنا احنا كاشخاص مساندين لهذا الفيلم؟ الموضوع جدا بسيط، بدلا ما نسوي هاشتاج ونرفع فيلم سيدة الجنة بالعراق وهذا جدا مطلوب، لكن الاهم انه نصور تويت الرابط التغريدة اللي نشرها موقع ديدلاين على تويتر. طبعا هنا شنو الفرق بين هاشتاج بالعراق وبين رتويت على تغريدة لموقع شهير مختص بصناعة الافلام؟ الفرق جدا واضح، والفرق هذا لازم نشتغل عليه. هاشتاج فيلم سيدة الجنة نرفعه بالعراق، هذا الشيء مطلوب وهذا الشيء جدا ممتاز، لكن الاهم وهذه خطوة، بما انه فيلم سيدة الجنة الان يعرض بمهرجان كان السينمائي، لازم نكون على قدر المسؤولية بترويج وتسويق الفيلم على منصات التواصل الاجتماعي. فمثلا الان اذا هاشتاج فيلم سيدة الجنة ارتفع بالعراق وصار الترندي الاول، هذا الشيء جدا رائع وجدا ممتاز، لكن الاهم والمطلوب انه نروح على موقع ديدلاين وتحديدا على موقع تويتر ونصور تويت للتغريدة ونعلق تعليقات ايجابية ونبين قصة الفيلم وهدف الفيلم والغرض الرئيسي من صناعة هيج فيلم بهيج وقت، لانه بكل بساطة ونعرف انه موقع ديدلاين عالمي، مثل ما نعرف انه موقع ديدلاين يتابعون الملايين سواء بامريكا باستراليا ببريطانيا بكندا والعديد من الدول، فهذا الموضوع لازم نشتغل عليه. ومن خلال هذا الفيديو انا ادعو جميع الاصدقاء والمحبين اللي ساعدوا بصعود هاشتاج فيلم سيدة الجنة ترند على العراق واللي ساعدوا ايضا بترويج الفيلم محليا انهم الان ينضمون الى موقع تويتر. اذا انت شخص ما عندك حساب، بكل بساطة وباقل من 5 دقائق تقدر تنشي حساب، تروح على الرابط اللي راح اخليه بصندوق الوصف، تضغط عليه راح يحولك على موقع ديدلاين وخاصة على منصة تويتر، راح تلقى رابط موجود بالمقابلة اللي تكلموا به بسرد صحفي مع الوفد الانتاجي الممثل الفيلم The Lady of Heaven. فهذه الخطوة ارجوكم واكرر عليكم انه لازم نشتغل عليها، لازم نكون على قدر المسؤولية. والان اذا شخص انت ما عندك تويتر انه نروح ونفعل حساباتنا على تويتر ونسوي رتويت وتعليقات ايجابية حتى ترتفع التغريدة اللي معنونين بها الرابط اللي موجود بموقع ديدلاين الرسمي. فهذه خطوة لازم نفعلها وهذه خطوة لازم نشتغل عليها، واطلب من جميع الادارات اللي جاي تصعد الترند فيلم سيدة الجنة ان تشتغل على هذا الغرض، لان حساب ديدلاين يتابعون الملايين، واذا اشتغلنا على هذه النقطة بالتحديد الفيلم راح يتروج له بشكل جدا كبير اكثر من الضجة اللي حاليا مسويها. وبس، هو هذا كان عدواكم، في امان الله.